صراحة أفضى بها وزير حرب أمريكي بدت وكأنها ساعة الصفر. دول كثيرة في تلك المنطقة كانت بوجهين، وأقولها بصراحة، لكن بعد أن يتعرضوا لهجوم أو بعد أن يروا أن هناك خطراً محدقاً بهم، تصبح لديهم رغبة جامحة وواضحة لمواجهة مشكلة الإرهاب. هذا ما نحتاج إليه مع قطر، وسيكون من اللطيف أن يحدث ذلك قبل تعرض قطر لهجوم. في الساعة 3 عصراً من 23 مايو 2017، كان هذا الحديث لروبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي الأسبق. بعد ذلك بساعات تعرضت قطر لهجوم، لكنه لم يكن هجوماً تقليدياً. فبعيد منتصف ليلة 24 أيار، تمت قرصنة وكالة الأنباء الرسمية القطرية، ونسبت إلى أمير دولة قطر تصريحات مفبركة. قد لا يكون من قبيل الصدفة أن الجهة نفسها التي نسقت مع غيتس قبل يوم واحد من بدء ندوته في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المعروفة بولائها الشديد لإسرائيل هي التي كانت وراء عملية القرصنة. إنها حكومة أبوظبي بحسب ما كشفت واشنطن بوست لاحقاً. ففي نفس الإطار الزمني لتصريحات غيتس، كان مسؤولون إماراتيون كبار يعدون العدة، يناقشون خطة القرصنة وعملية التنفيذ. حملة تحريض شرسة ضد قطر تلت القرصنة، استمرت وتيرتها في التصعيد إلى أن أعلنت السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة دولة قطر وفرض حصار عليها تبعتهم فيه مصر. في هذا العمل الذي بدأنا به قبل 3 سنوات، نبين أن حصار قطر هو نتاج حملة ممنهجة دؤوبة لتشويه سمعتها، بل ومحاولة شيطنتها في الولايات المتحدة، أدارتها إمارة أبوظبي، وبدأ التحضير العملي لها أواخر العام 2012. تم ذلك بمساعدة مؤسسات وشخصيات معروفة بولائها لإسرائيل وبتنسيق مع حكومة بنيامين نتنياهو. وهنا أصل الحكاية. مجموعة كامستول وظفتها الإمارات من أجل زرع قصص ومقالات في الإعلام الأمريكي ضد قطر. غلين غرينوولد كان أول من فضح أمر حملة الإمارات في الولايات المتحدة لتشويه صورة قطر قبل 3 أعوام، فكان نقطة انطلاق بحثنا لمحاولة فهم الأسباب التي تدعو دولة عربية إلى السعي إلى تلطيخ سمعة دولة شقيقة لدى الغرب إلى حد الشيطنة. على الرغم من التصريحات العلنية لزعماء الإمارات والسعودية، فقد أصبحوا في السر في صف واحد مع إسرائيل، يتعاونون معها بنشاط في أكثر من مكان بالمنطقة. إن هناك حقيقة مؤكدة، وهي أن الإمارات والسعودية وإسرائيل يدعمون قادة الانقلاب العسكري في مصر ويريدون قمع الإخوان المسلمين، وإسرائيل تريد منع الدعم عن حماس وعن الفلسطينيين عموما. يجد الإسرائيليون أنفسهم متوافقين مع مصر والسعودية والإمارات على عكس موقفهم من تركيا وقطر. كما تذكرين، فإنه خلال حرب إسرائيل وحماس في غزة كان الجانب المصري يصر على إبعاد الأتراك والقطريين عن مفاوضات وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي خدم المصالح الإسرائيلية. أرون ديفيد ميلر من أبرز المفاوضين الأمريكيين الذين عملوا على ملف سلام الشرق الأوسط منذ 80s. أنا ملم بهذا الملف منذ زمن طويل. نادراً ما رأيت صمتاً عربياً مثل الصمت الذي ساد خلال الموت والدمار اللذين حلا بغزة في حرب 2014. إن صمتهم أدهشني. أذكر أنه في عام 2002 هددت السعودية خلال اجتماع مع الرئيس بوش في تكساس، هددت بقطع اللقاء احتجاجاً على محاصرة الرئيس عرفات في المقاطعة. ذاك الحدث لا يقارن بغزة. يمكننا أن نستنتج أن أولويات الدول العربية قد تغيرت.
بشكل مؤقت هناك أسباب مختلفة تصب في مصلحة السعودية والإمارات ودول عربية أخرى إضافة إلى الحكومة المصرية لرفع مستوى تعاونها مع إسرائيل. يوجد حاليا بينهم وبين إسرائيل تلاق وانحياز للمصالح. قد يفسر ذلك تباهي بنيامين نتنياهو خلال حديثه عن تحالفات جديدة ولقاءات سرية مع مسؤولي دول عربية لم يسمها. هناك دول عربية سنية محورية تعيد النظر في عدائها لإسرائيل. أصبحت تدرك أن التهديد الحقيقي لها ليس إسرائيل بل تنظيمات سنية متطرفة مثل تنظيم الدولة وامتلاك إيران سلاحاً نووياً. لقاءات سرية تمت بين حكام أبوظبي ومسؤولين إسرائيليين خرج منها الأمريكيون بتقييم مفاده أن لدى الشيخ محمد بن زايد قابلية كبيرة للتطبيع مع إسرائيل. في الكثير من الأوقات تصدر عن دول خليجية تصريحات علنية مؤيدة للفلسطينيين، لكنهم في حقيقة الأمر لا يقومون بذلك، بل أحياناً يكون ذلك عائقاً أمامهم. نيويورك في 28 من سبتمبر عام 2012، لقاء سري جمع بين نتنياهو وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات بحضور السفير الإماراتي يوسف العتيبة. استخدم لأجله الباب الخلفي للفندق الذي يقيم فيه نتنياهو. بعد اللقاء بشهر ونصف شنت إسرائيل حرباً على غزة، ووقعت الإمارات عقدها مع شركة كامستول الأمريكية لتبدأ بذلك أولى بوادر الحملة ضد قطر. اللقاءات السرية لم تتوقف. بحسب هارتس الإسرائيلية فإن عبد الله بن زايد التقى تسبي ليفني في نيويورك في أيلول سبتمبر 2016. تواصلنا حينها مع السفارة الإسرائيلية في واشنطن للتحقق، ففضلت عدم التعليق للطبيعة السرية للقاء، لكنها أيضاً لم تنفي. في مذكرة سرية أعدها السفير الأمريكي السابق ريتشارد جونز في 2006 نشرها موقع ويكيليكس، كتب جونز للخارجية الأمريكية: إن مدير البحوث السياسية للشرق الأوسط في الخارجية الإسرائيلية أهارون أبراموفيتش المقربة من الوزيرة تسبي ليفني عاد للتو من أبوظبي وناقش فيها التهديد الإيراني. جونز كتب أيضاً عن وجود ممثل إسرائيلي دائم في أبوظبي. بعد مضي نحو شهر على انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة في شتاء 2009، كتبت السفارة الأمريكية برقية لواشنطن ذكرت أن عبد الله بن زايد كون علاقة جيدة مع نظيرته الإسرائيلية تسبي ليفني. سبقتها برقية في شباط فبراير من نفس العام ذكرت أن لدى حكومة الإمارات وتل أبيب حواراً مباشراً حول قضايا إقليمية وأمنية. بوادر الحوار الأمني الإماراتي الإسرائيلي تجلت على ما يبدو في 2010. في 19 من كانون الثاني اغتيل القيادي في حماس محمود المبحوح في دبي، لكن العملية سببت انزعاجاً شديداً لدى روبرت غيتس الذي كان وزيراً للدفاع الأمريكي آنذاك، إذ وصفها لاحقاً في كتابه بالغباء الاستراتيجي لأنها كادت تفضح أمر التعاون الأمني الهادئ بين إسرائيل والإمارات على حد وصفه. أعتقد أن ما رأيناه خلال العامين الماضيين في المنطقة هو إعادة توحيد الصفوف، فالإسرائيليون والأمريكيون يعتقدون أن الحصول على دعم السعودية والإمارات لسياستهما الخارجية أصبح ممكناً لأن مصلحتهم واحدة. ولكي ينجح هذا التحالف السري مع إسرائيل كان لابد من التخلص من شوكة في حلقه وهي قطر،
لكن لعدم سهولة الأمر نظراً لمتانة العلاقات الاستراتيجية القطرية الأمريكية التي عززتها قاعدة العديد الجوية، جيشت الإمارات أسطولاً من جماعات الضغط لتشكيل لوبي موال لها. من يحظى بعلاقة أفضل مع إسرائيل سوف يحظى بعلاقة أفضل مع الولايات المتحدة، لأن الكثير مما تقوم به هو لدعم إسرائيل. هذا ما فعلته الإمارات. كامستول جروب كانت النواة الأولى لجماعات الضغط، والمدخل هو تمويل الإرهاب، أكثر المواضيع حساسية لدى واشنطن. نسخة العقد المبرم تبين أنه بعد مضي 3 أسابيع فقط على تأسيس كامستول، تقاضت الشركة من حكومة أبوظبي ملايين الدولارات. للمفارقة، فمدراء الشركة كانوا موظفين كباراً في وزارة الخزانة الأمريكية، مسؤولين عن الضغط على الإمارات لتجفيف منابع الإرهاب فيها. أعتقد أن ما يستحق الملاحظة هو أنه عندما كان أولئك المسؤولون السابقون يعملون لدى وزارة الخزانة، ربطتهم علاقة وثيقة وواسعة النطاق مع إمارة أبوظبي والمصرفيين في السعودية. لقد كانوا يراقبون عمل نفس الأفراد الذين يدفعون المال لهم الآن. ماثيو أبستاين، مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي، يعرف عنه انتماؤه الفكري للمحافظين الجدد. كان القنصل المالي الأمريكي لدى الإمارات والسعودية في الفترة بين 2003 و2010، وكانت له مواقف معادية للسعودية. هاورد مندلسون، المدير الإداري للمجموعة، عمل مساعداً لوزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات في الفترة بين 2007 و2011. المراسلات الدبلوماسية السرية التي نشرتها ويكيليكس تناولت لقاء مندلسون بمسؤولين إماراتيين كبار عام 2010 لحثهم على وقف تمويل حركة طالبان، الحركة نفسها التي زعم يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى واشنطن، في 27 تموز يوليو 2017 أنها تريد قتل الإماراتيين وأبنائهم بدعم من قطر. And support the groups that are threatening to kill us and kill our children. بل إن الإمارات كانت أول من استضاف سراً ممثلين عن حركة طالبان، وفتح لها قنوات تفاوض سرية في 2010، إلى أن طلبت واشنطن من الدوحة فتح مكتب تمثيل لطالبان بهدف التفاوض مع الحركة. نيويورك تايمز كشفت عما هو أكثر من ذلك، فما إن أفاض العتيبة بحديثه عن التخوف المزعوم من قطر بسبب مكتب طالبان في الدوحة، حتى نشرت الصحيفة الأمريكية تحقيقاً استناداً إلى رسائل مسربة من بريده الإلكتروني، خلص إلى أن الإمارات سعت جاهدة وراء استضافة مكتب طالبان بدلاً من قطر، وبأنها عاتبت واشنطن لأن اختيارها وقع على الدوحة بدلاً من أبوظبي. تجفيف منابع الإرهاب قضية شغلت الأمريكيين منذ هجمات سبتمبر. وثائق ويكيليكس تناولت اجتماعات سرية ماراثونية بين مسؤولين أمريكيين مع نظرائهم الخليجيين لسنوات. في كانون الأول ديسمبر 2009 أرسلت مذكرة سرية إلى هيلاري كلينتون، قالت: المتبرعون السعوديون هم أكبر مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية في العالم. وتناولت المذكرة ذاتها غسيل الأموال في الإمارات وتهريبها إلى طالبان وغيرها. المذكرة قالت: المتبرعون الإماراتيون قدموا دعماً مادياً إلى جماعات إرهابية متنوعة، منها القاعدة وطالبان وعسكر طيبة وجماعات إرهابية أخرى مثل حماس. المذكرة تحدثت أيضاً عن نهج سلبي لدى قطر إزاء أنشطة تمويل الإرهاب، وذلك في إطار دعم حماس.
غلين غرينوولد الصحفي الذي حازت أعماله الاستقصائية على جوائز مرموقة ذكر لنا بأن القائمين على مجموعة كامستول معروفون بعدائهم للإسلام حتى إن اثنين منهم عملا مع ستيفن إمرسون الذي يوصف بأنه ساهم بصناعة الإسلاموفوبيا في أمريكا. إنهم من المحافظين الجدد المتشددين ومؤيدي إدارة بوش ومن دعاة الحرب على العراق، بل وكانوا ناشطين في معاداتهم للإسلام، لا يفوتون أي فرصة لإشاعة العداء ضد المسلمين في الولايات المتحدة. كانوا دائمي الاتهام للسعودية بسبب هجمات سبتمبر، لذا أرى تناقضاً في اختيار الإمارات لهؤلاء الذين يجاهرون بمعاداتهم للإسلام. تشير الوثائق الرسمية لوزارة العدل الأمريكية إلى أن الإمارات هي أكثر الحكومات الأجنبية نشاطاً مع جماعات الضغط على الإطلاق. فعلى مدار السنوات الأربع الماضية تواصلت الشركات المأجورة من الإمارات مع مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس ومؤسسات معروفة بعدائها للإسلام، نظمت مؤتمرات حاولت تشويه صورة قطر، من بينها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وأتلانتيك كونسل وغيرها. السفير يوسف العتيبة كان ضيفاً مفضلاً لدى تلك المؤسسات الممولة من الإمارات. العتيبة كرر في أحاديثه استخدام وصف الإسلام الراديكالي، وهو الوصف نفسه الذي أدانته إدارة أمريكية بأكملها على مدار 8 سنوات رغم ضغوط اليمين المتطرف عليها، ذلك أن وصف الإسلام الراديكالي يدين الإسلام كدين وليس الجماعات الإسلامية المتطرفة. يوسف العتيبة هو الأمبassador from the UAE. يوسف العتيبة على علاقة وثيقة بالقائمين على مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المحسوبة على اللوبي الإسرائيلي. هدفهم تكوين صورة سيئة عن قطر كتصويرها على أنها تساند الإرهاب. ناقشوا معاً القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر وكيف أن الإمارات لا يعجبها وجودها هناك. نسقوا معاً لأجندة اجتماع بهدف تغيير مفهوم أمريكا عن قطر. في ديسمبر 2014 تواصلنا مع سفارة دولة الإمارات عبر البريد الإلكتروني بعد علمنا بالحملة التي تشنها في واشنطن، لكنها لم ترد. بعد انتظار أسبوعين حاولنا مجدداً عبر الهاتف. والله شوفي أنا بعت الريكوست بس I haven't received any response yet. نعم، لما بتقولي بعت ريكوست لمثلا قنصل إعلامي أو حدا ولا الحدا اللي ممكن يرد، يعني اللي دايما بيعطيني أجوبة بس I haven't received any answer. لكن خليني برجع بتصل فيه وأشوف شو صاير على الموضوع. طب عزيزتي ممكن أغلبك وتخبريهم إنه إحنا رجعنا اتصلنا وإنه يعني كتير حابين ومصرين حقيقة على إنه نتحدث مع شخص من سفارة الإمارات يجيب على أسئلتنا. طيب بخبرهم وبرجع بخبرك، عندي الإيميل ببعث لك إيميل. بعد محاولات متكررة ردت السفارة بعدم وجود تفاصيل لديها حول هذا الشأن. ركزنا على شركة كامستول. لدى تصفحنا في سجلاتها الرسمية تبين أن الشركة تواصلت مع عدد من الإعلاميين الأمريكيين. قمنا بمقارنة تواريخ اتصالاتها بالصحفيين مع ما أنتجوه من مقالات وأعمال تلفزيونية، فوجدنا أن الأعمال التي صدرت بعد الاتصالات حملت رسالة واحدة هي محاولة ربط قطر بالإرهاب. الصحفي ديفيد كيرك باتريك كان مدير مكتب نيويورك تايمز في مصر عندما كتب بأن كامستول تواصلت مع صحفيين لزرع مقالات ضد قطر. عدنا إلى الوثائق الرسمية وتأكدنا من ذلك، بل وجدنا أنها تواصلت معه شخصياً ومع زميل له من الصحيفة نفسها في مارس آذار 2014. وفي السادس من الشهر ذاته كتب كيرك باتريك مقالاً حاول فيه تصوير قطر وكأنها شذت عن الصف العربي
بسبب دعمها للفلسطينيين في غزة. وفي السابع من أيلول سبتمبر قبيل ذكرى الهجمات كتب كيرك باتريك: إن قطر تجد نفسها تتعرض إلى هجوم مدمر مصدره تطابق غير اعتيادي للمصالح بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وإسرائيل، جميعهم يسعون إلى تصوير قطر على أنها الأب الروحي للإرهاب في كل مكان. إيلاي ليك صحفي أمريكي يعرف عنه دعمه لإسرائيل، تواصلت معه كامستول 20 مرة خلال 7 شهور في الفترة ما بين تموز يوليو 2013 لغاية مارس آذار من العام التالي. في هذه المدة كتب ليك في الديلي بيست مقالات مناوئة لقطر وأخرى مؤيدة للإمارات، حاول خلالها تصويرها وكأنها منفتحة وديمقراطية. في 18 و19 من ديسمبر 2013 تواصلت معه كامستول، وفي 20 من ديسمبر كتب ليك مقالاً شن فيه هجوماً على جمعيات خيرية وشخصيات قطرية دون أن يذكر مؤسسات إماراتية تم تصنيفها على لائحة الإرهاب في تلك الفترة. جوبي ووريك الصحفي بواشنطن بوست من أكثر الصحفيين الذين تتردد عليهم شركة كامستول، تواصلت الشركة معه 14 مرة في الفترة الممتدة بين أب أغسطس وديسمبر 2013 من العام نفسه. بعد يوم واحد من تواصل كامستول معه نشر مقالاً يشكك بالجمعيات الخيرية القطرية التي ترسل معونات إغاثية للاجئين السوريين. لدى سؤالنا للصحفي في الواشنطن بوست عن مصادر معلوماته، رد ووريك الذي امتنع عن إجراء لقاء معنا بأنه بشكل عام يحاول توخي الحذر إزاء المعلومات التي يتلقاها من مجموعات الضغط والتأثير، لكنها أحياناً تتماشى مع الموضوع الذي يكتب عنه فيستخدمها بعد التدقيق فيها. شراء التأثير على السياسة ظاهرة كشفت عن مدى سهولة تغيير مجرى الحوار الإعلامي الغربي. نشطت فيها الإمارات قبيل وخلال أزمة سحب سفراء دول خليجية من قطر في مارس آذار 2014 لتجيش الرأي العام الأمريكي ضد قطر، كما تبين من عينة الأعمال الصحفية التي ذكرناها. صحيح أن تواصل الصحفي مع جهة مدفوعة الأجر تعمل لصالح حكومة أجنبية هو عمل قانوني، لكن عندما يعتمد الصحفي على مصدر واحد لمعلوماته يقع في مشكلة أخلاقية. Qatar continues to be a haven for financing extremists. برنامج Out Front على شبكة CNN تلقى 4 اتصالات من كامستول عبر الهاتف والبريد الإلكتروني في فترات متقاربة، كان آخرها في 17 من يوليو/حزيران 2014. بعد ذلك بيوم واحد بث البرنامج فقرة من الدوحة حاولت تكريس الصورة المشوهة عن قطر وكأنها مركز دعم الإرهاب. إنها محاولة للتأثير على الرأي العام، فما تقوم به المجموعة المستأجرة هو توجيه صحفيين إلى كتابة قصص تتعاطف مع وجهة نظر الحكومة الأجنبية. ذلك لن يتحقق ما لم تقدم الشركة معلومات للصحفيين. عينة الأعمال الصحفية اعتمدت في معظمها الضيف نفسه مصدر معلومات لإلصاق التهم بقطر. يعمل حالياً مستشاراً لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومركز الدراسات الدولية والاستراتيجية. وان كارلوس زوراتي مسؤول سابق بوزارة الخزانة وصف مدراء كامستول بأنهم أصدقاء له. سألناه عن مصدر معلوماته. What are the bases of your information? I rely on what the US government. أنا أستند إلى ما تقوله الحكومة الأمريكية. أعتمد عليها كمصدر جيد لمعلوماتي. فقد عملت بوزارة الخزانة. But the vice president, when he criticized how some allies. لكن النائب الرئيس الأمريكي مقتنع بعكس ما تقول. من الواضح أن لديه معلومات غير متوفرة لدي أو لديك. No,
لست واثقا ما إذا كان نائب الرئيس دقيقا أو يعني بالفعل ما قاله. أنا أعتمد على ما تعلن عنه وزارة الخزانة ولا علاقة لي بالشائعات. جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق انتقد قبل هذا اللقاء بأيام السعودية والإمارات لعدم بذلهما جهدا كافيا لمكافحة تمويل الإرهاب، كما صنفت وزارة الخزانة في آب أغسطس 2014 ثلاث مؤسسات وشركات إماراتية على لائحة تمويل الإرهاب. وان قال إنه لا يتذكر ذلك وركز على 4 أفراد قطريين وردت أسماؤهم على اللائحة ذاتها. أنا مع من يتساءلون حول ما إذا كان وجود اتصالات لقطر مع طالبان والنصرة أمراً مناسباً لها كونها حليفة للولايات المتحدة، فذلك يمنحهم شرعية. أولم يحاول الرئيس الأمريكي إيران ويتواصل معها رغم أنكم تعتبرونها عدواً ومحور شر؟ نحن نعيش في عالم معقد فيه الكثير من المقايضات. إن هذه مواطن قلق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في ميزان السياسة الخارجية الأمريكية. الرئيس ووزير الخارجية هما من يقرران في هذا الشأن. الرئيس الأمريكي يعتقد أن مكتب تمثيل طالبان أمر جيد وبأنه بفضله تم إنقاذ حياة أمريكي وشكر قطر على ذلك. ألا تعتقد أن الرئيس أدرى مني ومنك بما هو أفضل لبلاده؟ صحيح. سألنا زوراتي عن الإخوان المسلمون، القضية التي دأبت أطراف على تصويرها وكأنها تهمة لقطر، علماً بأنها ليست جماعة محظورة في أمريكا وأوروبا. الولايات المتحدة دعمت الإخوان ضمن المعارضة السورية، فهل هذا يعني أن نتهم واشنطن بدعم الإرهاب؟ لقد ذكرت الإخوان المسلمين لطرح مثال على كيف أن قطر قررت إقامة علاقات مع جهات عدة. أوليس هذا حكيماً؟ قد يكون كذلك لدولة مثل قطر، لكن هذا الأمر يجلب معه مخاطر. إن قطر تدعم جماعات قريبة من القاعدة مثل طالبان. صفقة تبادل 5 معتقلين من طالبان في غوانتانامو مقابل إطلاق سراح جندي أمريكي موضوع شكل مادة دسيمة لكامستول المستأجرة من الإمارات لتتواصل مع صحفيين. مارك هوزنبول الصحفي لدى رويترز كتب عنها: رصدنا لكامستول 12 تواصلاً مع هوزنبول. في 3 يونيو/حزيران 2014 اجتمع هوزنبول بممثل من كامستول، وفي اليوم ذاته كتب مقالاً شكك في نوايا قطر إزاء الصفقة وفي قدرتها على مراقبة الأفغان 5. المفارقة هي أن مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص لأفغانستان وباكستان جيمس دوبنز قال عكس ذلك أثناء جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 18 يونيو/حزيران 2014. تواصلنا مع مجموعة كامستول عبر البريد الإلكتروني. مر أسبوعان فاتصلنا هاتفياً بمقرها الرئيس في لوس أنجلوس. كامستول جروب. Yes, hi. I'm a news reporter with Al Jazeera, and I just want to let you know that this phone call is being recorded. Can I speak to someone who... Hello? Hello? أغلق الهاتف. توجهنا إلى فرع الشركة في واشنطن. تحدثنا عبر جهاز مع موظفة الاستقبال فطلبت منا الانتظار. فإذا نحن الآن بانتظار أن نرى ما إذا كانت كامستول سوف تسمح لنا بدخول مكتبها لسؤالهم عما تقوم به وبالأمر الذي كلفت بالقيام به هنا في الولايات المتحدة، على أمل أن يردوا علينا بعد أن قدمنا إلى هنا. وبعد طول انتظار رد شخص آخر. فوجئنا بقدوم حراس المبنى واتهامنا بالتسلل وتهديدنا بخرق القانون، افتراء حسبنا له حساباً. Capstone. Yes, we 800. Okay.
مع حلول عامي 2016 و2017 كثفت شركتا كامستل وهاربر جروب اتصالاتهما بصحفيين وباحثين. الحملة ضد قطر ازدادت شراسة. أشهر فعاليات الحملة التي ارتبطت لاحقاً بالحصار على قطر كان مؤتمراً نظمته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المعروفة اختصاراً FDD. مؤتمر هذه المؤسسة انعقد بواشنطن في 23 من مايو أيار 2017. امتدت فعالياته حتى منتصف ليلة 24، ليلة الهجوم الإلكتروني. روبرت غيتس كان ضيف الشرف وقد كال سيلاً من الاتهامات لقطر. ألمح غيتس أيضاً إلى رغبته في أن تغلق الولايات المتحدة قاعدة الإعداد الجوية، الرغبة ذاتها الموجودة لدى حكام أبو ظبي. اللوبي الإماراتي السعودي تنامى في السنوات الماضية وأصبح الآن ينسق مع اللوبي الإسرائيلي. إنهم يعتقدون أن لديهم الآن تأثيراً على إدارة ترامب. لنتذكر معاً أن أحد أبرز ممولي مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تنسق الإمارات معها هو شيلدون أدلسون، وهو من أهم ممولي حملة ترامب الانتخابية وصديق مقرب من بنيامين نتنياهو. بالتزامن مع حديث غيتس كان يحاك لقطر أمر في الإمارات بحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست لاحقاً، اجتماع لكبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة خطة قرصنة موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية وكيفية التنفيذ، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية. تذكرنا تحقيقاً نشرته الانترسبت في 24 من أكتوبر 2016 حمل عنوان جواسيس للإيجار. التحقيق ذكر بأن الإمارات قامت بتجنيد المئات من محترفي القرصنة الإلكترونية عبر شركة خاصة تعاقدت معها اسمها دارك ماتر، وهي موجودة في الإمارات. أصبحت تحوي ترسانة من القراصنة الغربيين الذين يأتمرون بشكل غير مباشر بأمر قيادة أبو ظبي. في 30 من يوليو تموز 2017 ذكر الموقع الاستقصائي ذاته أن الإمارات مستهلك شره لأدوات التجسس والرقابة الإلكترونية، وبأنها تقوم بشكل متكرر بشراء هذه المعدات من الدول الغربية. ثم جاءت المفاجأة، تسريبات إيميلات السفير الإماراتي يوسف العتيبة. أكبر أحمد وزيد جيلاني من الصحفيين القلائل الذين تلقوا التسريبات الكاملة للعتيبة. أعتقد أن مستوى التنسيق الذي قام به العتيبة بشأن ملف قطر هو أكثر ما لفت انتباهي في إيميلاته المسربة. كنا نعرف أنه لا يحب قطر ولا الإخوان المسلمين، لكن الإيميلات كشفت لنا عن المدى الذي ذهب إليه لإدارة حملة التشكيك بقطر. الإيميلات المسربة أكدت متانة علاقات العتيبة بمسؤولين سابقين في الخارجية والدفاع والمخابرات وباحثين معروفين بثنائية العداء للإسلام والتأييد الشديد لإسرائيل، جندتهم إمارة أبوظبي ضد قطر والكويت بتهمة دعم الإرهاب. بالإمكان رصد فظاظة العتيبة في رغبة الإمارات الجامحة لإغلاق قاعدة العديد العسكرية بحسب رسائله إلى جون هانا من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. الإماراتيون يأملون أن ينجم عن علاقتهم مع اللوبي الإسرائيلي إغلاق القاعدة ونقلها إلى خارج قطر. إنهم يفضلون أن تميل واشنطن إليهم بدلاً من قطر. لا بل كشفت أيضاً عن تنسيق بين روبرت غيتس وأبو ظبي. لقد أدهشني تطور العلاقة بين العتيبة وغيتس منذ عام 2008 حتى الآن. حسب ما قرأت بالإيميلات، كانت الرسائل في البداية رسمية نوعاً ما، وبعد 5 سنوات تطورت العلاقة بين غيتس والعتيبة ومحمد بن زايد حتى أنهم أصبحوا يتبادلون الطرف.
قبل يوم من انعقاد ندوة غيتس، تبادل العتيبة مع وزير الحرب الأمريكي السابق رسائل إلكترونية، وأوصل العتيبة له رسالة من محمد بن زايد مفادها أريهم الجحيم قاصدا قطر. يجب أن تتذكري الجانب المالي من تلك العلاقة، فلدى غيتس شركة يديرها مع غونداليزا رايس وستيفن هادلي اسمها رايس هادلي غيتس، وهي من جماعات الضغط. إنهم على علاقة قوية بمحمد بن زايد، ما يؤهل شركتهم لتطلب من العتيبة أن تبرم الإمارات عقدا مع شركة موتورولا إحدى زبائن شركة غيتس. رسائل العتيبة المسربة فضحت الكثير من الممارسات، حتى إن إحداها أشارت إلى علاقته هو ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. رسالة أخرى بينهما لفتت الانتباه، كانت عبارة عن طلب أحد الباحثين من العتيبة لتنسيق لقاء مع محمد دحلان. تواصلت مع السفارة الإماراتية في واشنطن لمحاولة الحصول على تفسيرات لما كشفت عنه التسريبات، لكن دون رد. العتيبة اختبأ، وسائل الإعلام الأمريكية لم تتمكن من الوصول إليه. في 5 يونيو/حزيران 2017 أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر الحصار على قطر. واشنطن الرسمية أصيبت بالدهشة، فخرج العتيبة من مخبأه، بدأ بالترويج للحصار. أحاديثه كشفت عن مدى العداء الكامن لقطر. تحركاته المريبة في واشنطن كانت محط أنظار البعض في السنوات القليلة التي سبقت الحصار. هافينغتون بوست نشرت عام 2015 مقالاً مطولاً حذرت فيه من سفير أبوظبي. عنوان المقال: يوسف العتيبة الرجل الأكثر سحراً وتأثيراً في واشنطن. إنه ماكر وداهية، وإذا تمكن من شق طريقه فإن سياستنا نحو الشرق الأوسط ستصبح أكثر عدوانية. ما يثير الانتباه هو كيف أن العتيبة تمكن بسلاسة من إيجاد مكانة له لدى إدارة ترامب بعد أن سخر منها خلال حملته. يهيأ لترامب أنه زعيم قوي يقود سياسة خارجية صارمة. الحقيقة هي أنه يهتم فقط بالظهور بهذا المظهر، لكنه لا يعرف كيف فعلياً يكون كذلك. بالنسبة لشخص كالعتيبة، فهذه فرصة سانحة ليطلعه على السياسة الصارمة عبر علاقات العتيبة الوثيقة بمساعد ترامب. ديفيد واينبرغ من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، والتي رفضت بشكل قاطع تصويرنا لقاءً مع أي من باحثيها. واينبرغ لعب دوراً محورياً في الحملة ضد قطر منذ بداية العام، نشر مقالات ودراسات لمحاولة إدانة قطر ووصمها بالإرهاب، وهي اتهامات دحضتها أكثر من مرة تصريحات المسؤولين الأمريكيين. في 14 حزيران، بعد 9 أيام على الحصار، وقعت وزارة الدفاع الأمريكية صفقة تزويد قطر بمقاتلات F-15، صفقة فهمت من حيث التوقيت أنها وقعت لتأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. بعد رفض الدوحة الانصياع إلى مطالب دول الحصار لأنها اعتبرتها محاولات للتعدي على سيادة الدولة، ارتفعت وتيرة شراسة حملة التشهير بقطر. لجنة فرعية منبثقة عن مجلس النواب عقدت في 26 تموز 2017 جلسة لتقييم العلاقات الأمريكية القطرية. كان أبرز شهودها جوناثان شانزر من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD التي تنسق مع العتيبة، والشاهد الثاني كان إيلين غولدنبرغ. تحرينا عن الشاهدين وهذا ما وجدناه.
جوناثان شانزر ينسق مع أبو ظبي ليستقي منها ما يحتاجه من معلومات. أحد مصادر معلوماته هو محمد دحلان. يقوم شانزر لاحقاً بنشر المعلومات كدراسات ومقالات رأي في الصحف الأمريكية. هذا ما كشفت عنه إيميلات العتيبة. بتاريخ 24 أبريل 2017 كتب جون هانا من FDD للعتيبة بأن شانزر سيكون في أبوظبي من 11 مايو 2017 لغاية 13 منه، وبأنهما أي هانا وشانزر يرغبان في لقاء محمد دحلان. العتيبة رد: رائع، أنت محق. وأضاف: إن جماعتنا يريدون أن تكون لديهم فكرة عن الموضوع لكي يتسنى لهم التحضير قبل وصولكما لتزويدكما بإجابات شافية وبالمعلومات التي تريدانها. أما إيلان جولدنبرغ فهو من أنشط المؤيدين لإسرائيل من خلال عمله لدى منتدى سياسة إسرائيل ومركز نيو أمريكان سيكيورتي. كشف معهد شؤون الخليج بواشنطن أن المركز تلقى نحو $250,000 من السفارة الإماراتية بواشنطن مقابل دراسة أعدها. إذا نظرت إلى سجلات العتيبة وتبرعاته وعلاقاته، تجدين أنه تمكن من إنشاء علاقات مع الصقور واليمين المتشدد والموالون لإسرائيل والليبراليون مثل مركز نيو أمريكان سيكوريتي. الإمارات أغدقت عليهم بالكثير من المال. تحرينا أكثر للتحقق، فوجدنا أن الإمارات هي على لائحة الممولين على موقعه الرسمي. The Intercept أيضاً نشرت مقالاً عزز المعلومة في 30 يوليو/تموز 2017. المقال استند إلى إيميلات العتيبة المسربة وانتقد بشدة انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان وسجون التعذيب السرية للإمارات في اليمن. تحرينا أكثر، فوجدنا في سجلات رسمية لدى وزارة العدل الأمريكية أن جولدنبرغ نفسه الشاهد في جلسة الكونغرس تردد على إمارة أبو ظبي قبيل الأزمة الخليجية. The Harbor Group، جماعة الضغط التي وظفتها إمارة أبو ظبي، نسقت لجولدنبرغ اتصالاته وزياراته للإمارات. دققنا في وثائقها الرسمية التي حصلنا عليها، فبينت أكثر من هذا. بينت تنسيقاً دام نحو شهر لزيارة وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية للإمارات أواخر أكتوبر 2016. برنامج زيارة وفد اللجنة اليهودية شمل لقاءات مع طلاب إماراتيين وشخصيات إماراتية بارزة وجولة في قناة العربية في 27 أكتوبر 2016 بحسب وثائق وزارة العدل. إن العتيبة مقرب جدا من رون ديرمر السفير الإسرائيلي بواشنطن. علاقات العتيبة ضمن اللوب الإسرائيلي متينة مع حزب الليكود اليميني المتشدد والقريب من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. قوائم الاتصالات في الوثائق الرسمية التي بحوزتنا كشفت رسائل واجتماعات بين جولدنبرغ ومسؤولين في الإمارات خلال الشهور الأخيرة التي سبقت الأزمة. وقع نظرنا على موضوع ملفت: العلاقات الأمنية الإماراتية الإسرائيلية، الموضوع الذي فضحت أمره ويكيليكس ورسخته تسريبات رسائل العتيبة. تلك العلاقة كانت موضوع رسائل إلكترونية أرسلتها The Harbor Group إلى صحفيين، من بينهم صحفية في Wall Street Journal تواصلت الشركة معها في 10 شباط فبراير 2017. وبعد 5 أيام كتبت الصحفية ذاتها واسمها ماريا أبي حبيب مقالاً بعنوان: حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط يبحثون في تشكيل تحالف عربي عسكري سيكون بإمكانه التشارك مع إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية. ساعة
سعي إمارة أبو ظبي للتطبيع مع إسرائيل يتم بحجة مواجهة إيران، حجة يدرك الأمريكيون والإسرائيليون زيفها بحسب وثائق ويكيليكس، ويشككون بمدى صحة تخوف الإمارات المزعوم من إيران، لكنهم يغضون الطرف لأنها تخدم مصالح تتمثل في إقناع دول خليجية أخرى بالانجرار وراء الإمارات والتحالف مع تل أبيب. فقد ذكرت برقية في 19 مارس/2009 أن بين أبو ظبي وطهران علاقات اقتصادية ومالية موسعة تتضمن غسيل الأموال. وفي برقية للدبلوماسي مارتن كوين بتاريخ 27 مارس/2008 كتب كوين إن الحديث العلني الحاد والعدائي للعتيبة عن إيران يمكن التشكيك فيه لأنه تكرار للتقليد المتعارف، لكن في السر فإن حديث محمد بن زايد وإمارة أبو ظبي يتماشى مع العلاقات الاقتصادية المتينة مع إيران. محمد بن زايد صنف قطر للأمريكيين في برقية تعود إلى مارس 2009 على أنها العدو الثالث للإمارات، لكن قطر ليست وحدها المستهدفة، فالمملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية بعد إيران في تصنيف إمارة أبو ظبي للدول الأكثر تهديداً لأمنها. جاء ذلك في هذه البرقية السرية من ويكيليكس المدونة في السفارة الأمريكية بأبو ظبي في تاريخ 15 أكتوبر/2009، ذكرت أنه في حين تعبر أبو ظبي علناً عن علاقاتها الوثيقة مع الرياض، فإنها في السر تعتبر السعودية ثاني أكبر تهديد لها بعد إيران، مع ملاحظة أن إسرائيل ليست على قائمة أعداء الإمارات. كما كشفت المراسلات عن تنافس إماراتي خفي مع السعودية ورغبة جامحة لدى حكامها لسلب مكانة السعودية عند الأمريكيين، حتى أن برقية دبلوماسية حررت في 2009 تحدثت عن اكتساب الإمارات خبرة في توجيه لكمات أكبر من وزنها. الإمارات ترغب في أن تكون الدولة ذات العلاقات الخاصة مع أمريكا، وقد سئمت من كون الرياض العاصمة الخليجية التي تحظى بعلاقة خاصة مع الولايات المتحدة. السعوديون لهم مخزون متراكم من طيب النوايا تجاه أمريكا، وهم محترفون باللعبة السياسية في واشنطن، لذا فالإمارات تشتري مكانة لها في واشنطن. في برقية في 15 أكتوبر/2009 استخدم حكام أبو ظبي وصف القيادة السعودية العجوز، وتحدثوا للأمريكيين عن رغبتهم بالخروج عن سطوتها والسعي إلى إيجاد فرص قيادية أكبر في المنطقة والمجتمع الدولي، وبأنهم لا يفوتون فرصة إبلاغ المسؤولين الأمريكيين الزائرين أنهم يعتبرون المملكة محكومة من قبل عجائز مشاكسين يحيط بهم مستشارون يؤمنون أن الأرض مسطحة. في 2003 أفضى الشيخ محمد بن زايد إلى الدبلوماسي الأمريكي ريتشارد هاس بالقول إن السعوديين والقطريين يتشاركون الجذور الوهابية، وبأن علاقة الإمارات مع السعودية معقدة، مضيفاً بأن السعوديين ليسوا أصدقائه لكنه مجبر على التعايش معهم. الوثيقة اللافتة للانتباه كانت برقية أرسلها السفير ريتشارد أولسون بتاريخ 31 أغسطس/2009، وتكشف أن حكام أبو ظبي ليسوا معنيين بوحدة مجلس التعاون الخليجي، إذ كتب أولسون: في الوقت الذي تتحدث فيه دولة الإمارات عن وحدة دول المجلس، فالواقع أن أبو ظبي متشككة للغاية من النهج متعدد الأطراف. 3 سنوات من البحث والمتابعة والتحقق بيّنت أن إمارة أبو ظبي لم تتوقف خلالها عن التحريض ضد قطر في الولايات المتحدة. سبيلها إلى ذلك
مؤسسات وشركات معروفة بعدائها للإسلام عمدت إلى محاولة شيطنة قطر بالتوازي مع محاولة رسم صورة ترويجية عن الإمارات تلائم رغبات الأمريكيين. آخر المروجين للإمارات دانييل بايبس من أبرز وجوه المحافظين الجدد ومدافع شرس عن إسرائيل ذاع صيته خلال حرب إدارة بوش على العراق. بايبس بعث رسالة دعوة في 27 مايو 2017 إلى النخبة في أمريكا لزيارة الإمارات التي شبهها بإسرائيل، واتبع نفس أسلوب الخطاب المتبع للترويج لإسرائيل في الولايات المتحدة. توظيف المال لا يقتصر على شراء الصمت، بل شراء الأصدقاء وتجنيد شخصيات نافذة لدى صناع القرار لتحسين صورة الإمارات وشيطنة من يقف أمام مخططاتها الطموحة، بل أيضاً دفع أموال لكل من ثبت لاحقاً بأن لديه قابلية واستعداداً لأن يصبح أداة تهاجم قطر مهما صغرت مكانته. هكذا يتم شراء الذمم وصمت مراكز البحث الأمريكية عن تجاوزات دول حتى لو كانت قمعية في طبيعتها، تشرف على سجون تعذيب سرية وتمنع حرية التعبير وتهدد علناً بقمع كل من يبدي برأي يتعاطف مع من تعاديه بالسجن والغرامة، تجسس وقرصنة وافتراء وإقرار لإسرائيل ورجالها في واشنطن بالولاء.